ازاي ان انت تبقى متقن ان انت لما تلعب الثلاثيه في وسط الاسترس وضغط الماتش والكلام ده بتفرق كمان. الموضوع بيبقى رخم قوي. فالموضوع بيبقى وانت خلاص جمهور وفريق وحاجات وانت مش هينفع. بتتدرب عليها قد ايه ولا بتعمل ايه علشان تبقى اغلب الوقت بيبقى كله ان انا شغال في الجيم او في البيت، ان انا كتافي تبقى كويسه، رجلي تبقى شايلاني، عشان اوقات الماتش بيبقى محتاج كوره في اخر لحظات تبقى انت تعبان فمش قادر تزق، لازم تبقى رجليك شايلك عشان تاخد دفعه زياده من رجليك. فكان بيبقى عليها تمارين، ممكن تنزل في اليوم تشوط 600 شوطه 500 شوطه،